امضاء بوشمة اسامه لو حاضر معنا، مرحبا بك. الله يسلمك. ميرسي بوكو. الله يسلمك. كذلك معنا ضيف اخر خياط سليمان، ممثل فكاهي، مرحبا بك. الله يسلمك يعيشك. اذا بدايه راح نبداو الحديث بالفيديو كليب اللي كنا نشوفوا فيه مع بعض اسامه، يعني نحكوا عليه في يعني على الاغنيه اولا ومن بعد نحكوا على الفيديو كليب. بون لو تيتغ تاع لا شونسون هادي اسمه سينيوريتا، وهاد الكليب باش نجح لي جوغ يا اون بيرسون في سكي كدا اللي عاونتني بالبزاف، هو مسيو رمضاني فريد لو ديريكتور تاع اوتيل رويال تيليب، نشكرو بالبزاف. دونك الكليب هدايا بداتنا يعني تعاملت بكتابه التلحين، كلمات الكتابه انا اللي نكتب والتلحين انا اللي نلحن. وكاين استوديو فينك برود هو اللي يعاونني في الانسترومون وفي التسجيل. يعني هذا اخر عمل ليك ولا كانوا عندك اعمال اخرى من قبل؟ عندي اعمال من قبل كيما تيانسا، عندي اي سي سي لا باز، وكاين مورا سينيوريتا ثاني، وكان عندي البوم العمل اخر. ونحكوا على الفيديو كليب، يعني كيفاش كانت اجواء التصوير واين تم تصوير الفيديو الكليب؟ تم تصوير الفيديو كليب هدايا في اوتيل رويال تيليب في سكيكدا في لابيريو تاع ريفيون، مام لو ديكور منا وباين. يعني نحكوا على الفكره تاع الفيديو كليب. يعني الفكره جوغ كي كتبت لي بارول هذوك انسبيريت على لي بارول هذوك انسبيريت جوغ ان سيناريو، يعني كونت الفكره من خلال كلمات الاغنيه. سي ليستوار دامور انتر ماكي هادي سينيوريتا، وسيت شغل نكتب لو سيناريو على حسب لي بارول. يعني مش المخرج هو اللي اعطى الفكره وانما كانت الفكره نتاعك. وي الفكره تاعك. يعني واش نصنفوا يعني هذا النوع من الاغنيه؟ راب في الراب ولا اكزاكتومون في الافرو تراب؟ لا فخوت خاب. إذا نعودوا كذلك نرجعوا إلى بوشمة أسامة، نحكوا على البداية يعني خياط أو خياط سليمان، اسمح لي فقط نبدأ على البداية نتاعك يعني في ميدان التمثيل والفكاهة. البداية في ميدان التمثيل كان في ليسكوت في الكشافة الإسلامية الجزائرية. بعد الكشافة في فرقة في المسرح تابعة للكشافة وتابعة للجمعية، جمعية خيرية دائما في المجال، في مجال الطفل. جمعيه خيريه نخدموا في لي زوبيتو ولا في ديار الرحمه ولا الانشطه تاع الاطفال. يعني نقولوا يعني نحكوا على واقع الفنان الفكاهي والمهرج هون في الجزائر، يعني اسكو عطينه حقه سليمان؟ والله في الفنان الفكاهي في الجزائر احنا كما نقولوا ماذا بنا يزيد، اعطانا الاهميه بماذا بنا الاهميه اكثر. يعني وكيفاش تشعر انت سليمان وانت تادي يعني في العمل نتاعك خاصه مع الاطفال؟ رانا نشوفوا مع بعض في الصور. شعور اخر. شعور اخر باسكو في ما يخص يعني الطفل صعب يتقبل اي شخص. بالفعل صعب، بالفعل صعب صرت في المستشفيات الطفل يكون مازالو بسطر. ولكن كيفاش تقبلك هذا الطفل انت اليوم خياط سليمان كممثل ومهرج؟ لازم كما انا الحمد لله لازم تكون تكسب الطفل قبل ما تبدا تلعب معاه، لازم تكسب الطفل سواء باللباس بالماكياج باش تكسب الطفل باللوك تاعك ومن بعد باش تقدر تحكوا على مواقف يمكن صارت لك مع هذا الطفل في يوم من الايام سواء كانت ايجابيه او سلبيه. طرا لي موقف في مستشفى مصطفى باشا في سيرفيس سي بي ام سي انه بالفعل بكيت اللي تاثرت بالدمعه حبطت لي باسكو شفت الطفل مرض كونسير بين يديا وبعد ربي يرحمه مات بين يديا. الله يرحمه وهذاك المنظر هذاك المشهد اللي زاد خلاك يعني تحب هذا نحب الطفل ونزيد ندير الكوراج اكثر. تحب العمل نتاع الشفاء العاجل كل المرضى في المستشفيات ان شاء الله. وكذلك يعني حتى الفنان نقولوا انه يزكي بالفن نتاعه من خلال احياء نقولوا حفلات خيريه. يعني سبق لك انت اسامه انك احييت حفلات خيريه؟ وي كي حكى عليا مع جمعيات مع جمعيه خيريه من سكيكدا درنا يوم اليتيم. وجيستوم عندي اون شونسون انا على اليتيم بزاف شابه مازال ما خرجتهاش، ان شاء الله راح ندير لها ان كليب واسمها حكايه يتيم. سي ليستوار زعما تاع ان انفون
صغير جا حكى لي ليستوار تاعو وكيفاش كان مع والديه عايش ومن بعد كي توفى وكيفاش ولا عايش بلا بهم. يعني أهمية نقولوا حنايا الوالدين في حياة الوالدين أي في إنسان في الحياة اليومية. يعني جسدتها خلاص سجلتها هذه الأغنية ولا سي بون راهي سجلتها مازال السيناريو ومازال هو الكليب ان شاء الله راح تصورها فيديو كليب. فيديو كليب ان شاء الله ونعود نرجعوا كذلك عند اسامه حتى نتحدثوا يعني على البدايه نتاع او سليمان اقول ولا يعني كانت بدايتك من المسرح سليمان؟ كانت البدايه من المسرح بالفعل البدايه من المسرح المسرح الكشفي في المخيمات الكشفيه ورحلات كشفيه ومن بعد رحت المسرح مع الجمعيه مسرح الطفل. يعني قمتم بعدة نشاطات نحكوا على هذه بعدة النشاطات اللي قمتم قمنا بها في مخيمات كشفية سواء كان مخيمات صيفية ولا مخيم ربيعي ولا شتوي نديروا فيه النشاط المسرح كنت أنا مع فرقة المسرح ومن طون كنت مع فرقة المسرح والإنشاد إنشاد كنا نخدموا المسرح والإنشاد في وقت واحد شاركنا في عدة مخيمات تبادلات كشفية بين الولايات تبادلات كشفيه. يعني وحنا رانا على مقربه من العطله الربيعيه يعني راكم تحضروا النشاطات خلال هذه الفتره؟ بالفعل رانا نحضروا ان شاء الله نشاطات في فتره ربيعيه باسكو كما دركا مازلنا مع بالمناسبه محافظه الغابات لولايه الجزائر الموسم الثاني لمحيطي اخضر العام اللي فات درنا الموسم الاول وهذا العام الموسم الثاني ما رانا نمشوا فيه وان شاء الله حيكون الاختتام في العطله الربيعيه. ان شاء الله. يعني شكون هو اصعب جمهور يعني جمهور اقول المسرح ولا جمهور المستشفيات؟ والله غير بالفعل اطفال المرضى اكثر اطفال المرضى اكثر باسكو كما قلت لك مقبل المريض يكون بسطر الطفل صح يعني بسطر صعب انك تمشيهم في المعاناه باش تعاود ترجع له وتنحي له هذاك السطر هذاك ترجع له بسمه صح. ونعود نقولوا لك انت كذلك اسامه يعني على اهم المواضيع اللي تطرق لها في الاغاني نتاعك يعني هل يعني يكون كما سبق وقلت لنا انه كذلك للطفل نصيب من اعمالك بيان سور بون بور لي سوجي اللي انا اللي غنيت عليهم غنيت بزاف دي سوجي غنيت على لا مامون عندي شونسون على الام خرجت ديجا عندي على اليتيم عندي هذه باغ اكزومبل سينيوريتا سيون استوار دامور عندي كاين نسيل في لوراب يعيطوا له ليغو تريب ولا ان برونش جور كيما نقولوا تشكر روحك تي تشكر روحك لو ماكسيموم وهاد لو سيل او داير حاله كيما نقولوا في فرنسا بصح ماشي هنا في الجزائر ناقص شويه انت حاولت يعني دخلوا للجزائر يمكن بيان سور مام عندي دي شونسون راهم جايين جور في لو سيل هما ماشي راب وماشي راي بين وبين يعني والجمهور نتاعك اسامه اقول هو من سكيكدا ولا كذلك خارج سكيكدا والله ليستوار في الديبي تاعي جور كنت نقرا هنا في الجي لو بوبليك الجروا عرفني قبل لو بوبليك سكيكدي ايماجين بالك مي فوازان وجيراني وحبابي واللي يعرفوني ما كانوش على بالهم بلي نغني غير بعد عام بالك عام ولا عام ونص هذا وين عرفني لو بوبليك سكيكدي عرفني بين شونسون على كاين فريق في سكيكدا شبيبه سكيكدا نتمنوا له الصعود ان شاء الله القسم الاول هذا العام يخرج هذيك لا شونسون وين عرفني البيبليك تاع سكيكدا يعني حييت حفلات من قبل بيان سور وي حييت بزاف حفلات سواء في الريفيون لو 8 مارس لو 14 فيفري هذا اللي جاز يعني في سكيكدا ولا كذلك خارج سكيكدا لا بريمير فوا جست كاين مهرجان اسمه سيلفي داي داروا هنا في الجزائر وي الجزائر العاصمه جست نتما هذيك لا بروميير فوا تي من بعد وليت في سكيكدا اوكي يلا لي كونتاكت كيما نقولوا لي يعني غير غير الحفلات واش يعني راك قلت توجد الفيديو كليب للاطفال وي هذاك تاع حكايتي يتيم اوكي ميستوار تاع الاطفال الصغار ان شاء الله وحنا نتمنى لك دائما التوفيق ونحكوا اسامه كذلك خياط سليمان اهم مشاريعك المستقبليه ان شاء الله رانا نوجد ان شاء الله في حصه الاطفال تلفزيونيه حصه تلفزيونيه السمع البصري ان شاء الله رانا نوجدوا فيها في ريباراسيون ان شاء الله باش نخرجوا بها يلا مرحبا بك في هذا المجال كذلك يعطيك الصحه نورتنا خياط سليمان وكذلك بوشمه اسامه اما لحظه مشاهدينا يلا نتوقفوا مع فاصل بعد ما واصلين